ايضا الشيء الثاني اللي لفت نظري والله يمكن هو جمهور الاهلي. جمهور الاهلي هذا حكايه. اي ما في كلام. جمهور الاهلي حتى يعني اللعيبه الاجانب اللي هم امام النشيد الاهلاوي يعني معقول هذا المدرج؟ منبهرين. اعطونا اللقطه شباب اذا عندك نواف، وهم واقفين قبل شوي. شيء يعني شيء خطير. فهالجمهور اللي يعني وقف مع ناديه بالفعل يعني زي ما نتحدث عن رونالدو وعن الاشياء اللي تصير في ملاعبنا عن الجديد، عن جمهور الاهلي ظاهره. اتمنى استمرار هذا المدرج الجميل. شوف 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 النظرات، شوف 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 مرتاعين. علامه جمهور الاهلي ابو تركي من بدايه الجوله، من بدايه الدوري للحين شلون؟ علامه طبعاً واضحه طبعا، فارقه جدا. جمهور الاهلي يعني الله يعين اي فريق يلعب على ملعب الاهلي.